بالعقل الظاهره هيك. شو بيقولوا عليك الناس؟ انت وجهك شو تعمل؟ وعيونك عيونك منفخه كانك وايه من النوم. لا 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 لا, لا. لازم تحطي على القليل شويه ميك اب شوي بس ما حدا حيلاحظ. شو انت رايحه على عزاء؟ شو هالعبايه هاي؟ شو بشكلك فيها مثل الكيس؟ بدك اصحابي يتمسخروا عليك؟ شو بدك اياهم يقولوا عنك؟ ما لقيت تلبس خير عباية الماما؟ لازم الاقي لك عباية يكون تلبقلك. بعدين مين قال لك انه الحجاب لازم يغطي كل شعرك؟ لا هالحياة شوي شباب ما رح ياكلوكي. شفتي؟ هلا صرت يقولوا مثل القمر، حجابك مثل ما هو. يلا يلا انا نازله. قال حجاب قال. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها.